السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم في مطبخ أم عدلين وأم كوثر. جيتكم اليوم بواحد الوصفة اللي هي أيضا سهلة. أنا قلت لكم البنات راني ديما نجيب لكم الوصفات السهلة إن شاء الله اللي راح تكون في متناول الجميع. بون اليوم هذه الوصفة اللي هي فطيرة تركية سهلة مهلة بعجينة سحرية عادية ما فيهاش دلك دون دلك ما شاء الله. نبدأ على بركة الله. بسم الله. عندنا هنا الفرينة على حسب البلاطو، كل واحدة واش تحب دير. انا هنايا درت كيسان تاع فرينة على حسب البلاطو تاعي اللي راح نديرو، ودوك كنا راح نسين نوريه لكم. درت معاه شوية تاع ملح. عندي هنايا ماء دافي، عندي هنا واحدة تاع خميرة درت لها الماء الدافي باش تتفاعل شوية معها، وعندي نص كاس تاع زيت، وعندي هنا بياض بيضة نديرو وصفار نخلي عليه من بعد نطيبيه من فوق الفطيرة، وعندي هذا السينوتش فوالا هذا ما عندنا. وهنا هكذا درت بياض البيضة وخليت الصفار هايا باش نديرو من بعد. ونبداو هنايا على بركة الله بسكونة غوشيغ. لازمني البنات هكذا نعدل شوية جوست الكاميرا سمحولي. بسم الله نديرو هذاك النص كاس تاع الزيت. فوالا ما كثرش الزيت باسكو علاش باش ما تجيناش مبسه بزاف وماش تقلو. انا ثلاث كيسان درت فيهم نص كاس مليح تاع زيت فوالا عادي. ولهنا ان شاء الله بسم الله هذيك الفرينه انا عندي تاع لي كوب يعني راها تفاعلت واللي عندها تاع الحب دير على حسب الجو البنات. يعني ماشي باش نقول لكم انا تقيدوا بقداه الخميره ديرو. انا درت تاع لي كوب درت وحده كامله نشريوها حنايا هنا تبع لنا تاع المربعات هذيك تاع النفس كيما يقولوا لها شغل يقولها تاع الهواء تاع بكري يقولوها لها. وكاين اللي عنده هذيك تاع البودغ اون بودغ هذيك ديروا واحد زوج مغارف على حسب الجو. الى عاد بارد ديروا حتى ثلاث مغارف، عاد الجو نورمال ديروا مغرفه ونص ولا زوج فوالا. نديروها اون بات عاديه يعني ماهيش جاريه بزاف وماهيش ناشفه نورمال. دوك تشوفوا معايا البنات شوفوا برك المرحله، تبعوني خطوه بخطوه ان شاء الله وراحين بربي ان شاء الله تجيكم وتجيكم مليحه. وفطيره ما احلى الفطيره صدقوني كي نديرها لولادي وراجلي يبغيوها بزاف بزاف. ما احنا ان شاء الله يعني الواحد كي يصوم هكذا ميم في رمضان نديرها، ما نديرش باغ اكزومبل البوراك وهذيك، ندير الشربه نديرها هي معها في بلاصه تاع خطر عارفه باللي ندير دوزيام بلا ماهيش راح تاكل. ولا كان درت البوراك ما نديرش المطلوع ولا الخبز، انا عارفه باللي ما نحتاجهاش بزاف فوالا. تجي شويه شويه هكذا كيما راكم تشوفوا البنات. فوالا هكذا برك غير تتلايم برك البنات ما تدكوها ما والو كيما قلت لكم غير بالصبع هكذا راكم كشغل تلايموها. ونخليوها دوكا دو كوتي تطلع تخمرنا شي شويه ولو طون اللي نديروا الحشوه تاعنا ان شاء الله. وهنا البنات الحشوه بعد ما نخلينا العجينه ترتاح الحشوه واش نحتاجوا لها. نحتاجوا هنايا عندنا حبه بصل كبيره ضفت لها شويه تاع زيت خلوها تتقلى. عندي حبه بصل، عندي شويه سكاروب دو بولي زدر تاع الدجاج مقطع طرف طرف صغيرين، ونحتاجو زوج حبات ولا ثلاثه جزر على حسب البلاطو اللي ديروه، وعندي جبن مبشور، وعندي الجبن هذا اللي نديرو فيه كروك موسيو ولا نديرو في الهامبرغر ولا فوالا. والاختيار الا بغيتي ديري تاع التريونغول هذاك الجبن تاع المثلثات باشكي غير ديري. وعندنا هنايا شويه تاع ملح وشويه فلفل كحل هذا ما نديرو. هنايا هذه البصله دوكا نقليها في داك شويه تاع زيت راني درتو، ومن بعد كي تتقلى نضيف لها الجزر، ومن بعد تتقلى معاها نزيد نضيف هذاك الدجاج والتوابل هادو زوج. هذا ما كان ما عندناش توابل حتى تابل باسكو هذه الفطيره تجي ما شاء الله. وهذاك الجبن نديرو في الوسط هذا، ونزيد مرات نزيد معاه فاشكي غير مرات ما نزيدش، وهذا نديروه من فوق الجبن المبشور فوالا. هذه هي ذكاء نروحو نديرو فوق النار ونرجع لكم. وهنا بعد ما تقلت لنا البصله اضفت هذاك الجزر نزيد نخلي عليه شي شويه يتقلى. وهنا نزيد نضيف هذاك الفلفل الاسود والملح. هنا نضيف الدجاج اذا امكن شفناها نشفت، نقدروا نضيفوا لها شويه تاع ماء ماشي مشكل. لهنا البنات درت شويه زيت هنايا في هذا البلاطو قبل ما نبدا. بسم الله
راه هنايا عندنا شوفوا لاباط كيفاش خمرت وجات ما شاء الله. نهبطها غير بشويه بواسطه هذا شويه تاع الزيت، هذا مكان نديرو غير شويه تاع الزيت شغل نهبطوها برك، هذا مكان فوالا هنايا هكذا، ونقسموها دركا وما نديروهاش خشينه بزاف. هنايا نسيت هنا ما درتش الزيت هذاك، نحلو هكذا هنا. ومن بعد هنايا شوفوا البنات عادي كيما نقولوا هنا تاع السينوج، شوف شكل فوالا هنا تجي غير هكا، يعني بلا دلك بلا حلال، ما تحتاجوش ماشي ما تحتاجش حتى ديروا الحلال ولا بالزيت، تجي ما شاء الله. شوفوا البنات نحلوها كامله على البلاطو، نحاولوا نطلعوها حتى على الفوق، راه شويه صعيبه هي غير في هذا التكراس تاعها هنايا هكذا، بصكم مع الزيت تمشي صاري لها كيما خبز الدار اللي نديروه. راني ديجا وريتكم انا خبز الدار كيفاش يجي هذاك السائل مع العادي تاع بكري، ان شاء الله راح نوريكم في الايام المقبله باذن الله. فوالا وما نحبهاش انا خشينه بزاف بزاف، لذلك نزيد نقص شويه ماشي مشكل، الا بغات ندير جوج بلاطوات عادي. فوالا هذا هنا فوالا، وهنا شوفوا مليح البنات هنا نجيبوا الحشوه تاعنا، بسم الله هنا نجيبوا الحشوه تاعنا اللي كنا درناها، نديروها كامل لا ما تجينيش كامله باسكو بزاف، دونك نقص منها ما تخافوش منها، خلاص خلاص تجي واحد الحشوه ما شاء الله ما شاء الله، يعني صدقوني غير تجي هايله. نجربوها تعطوني بالخبر. هنا ندير داك الفرماج تاع اللي قلتلكم عليه كروك مسيو، ديرو كل واحد كل وحده واش بغات دير، يعني كاينه اللي دير فاش كيغي كاينه. وهنا البنات راني هنايا هذا الاسود هذا راني درت زيتون كحل زيتون اسود، كاينه اللي دير الاخضر كاينه اللي ما ديرش، خلاص عادي كل وحده كيفاش تحب دير، يعني الحشوه تاعها انا ما نبغيهاش باللحم باسكو هذه الفطيره صدقوني تجي بالدجاج، يعني بصدر الدجاج تجي ما شاء الله صدقوني غير تجي روعه. وكاين اللي يحب يزيد يدير لها فاش كي غير يدير لها، يعني كيما قلت لكم كل وحده واش عندها الاختيار واش عندها واش كاين عندها في الدار دير. فوالا هكذا نزيد هنا نجيب الثانيه ندير لها شي شويه نتاع زيت. شوفوا البنات دير لها غير هكذا، شوفوا بلا ما تدلكوها ما ديروا حتى حاجه، ها غير شغل تحلوها برك شي شويه هكا، ما تخافوش منها عادي راه تجي كيما تاع المطلوع. فوالا كيما هكا عادي، فوالا نديرها هنايا نزيد نديرها في الكوتي اللي من هي، فوالا نقص منها شي شويه ماشي مشكل الا جاتكم بزاف. شوفوا هذه علاش قلت لكم سهله، ما فيها دليك ما فيها حلال ما فيها حتى حاجه. ونجيب انا هذيك التحتانيه كشغل نعاود نرجعها مع هذيك الفوقانيه مع هذيك العجينه اللي من الفوق، فوالا تخافوش منها خلاص خلاص كيما مطلوع عادي، ما تتقطع زيدي لها شويه نقصي لها منها ودي لها من هي، ماهيش حاجه ما تحيرش خلاص. تمام هكا تجي ولا اروع هذه الفطيره صدقوني البنات، جربوها وما تندموش عليها خلاص خلاص خلاص. وحتى في الطلوع تاعها ما خليوهاش تخمر بزاف بزاف، عادي عادي تخمر عاديه وخلاص، يعني تجيكم ما شاء الله صدقوني. دوكا انا هذيك الاخرى اللي بقات دوكا نزيد نديرها في بلاطو صغير، فوالا شوفوا ما فيهاش حاجه اللي فيهاش حتى حاجه. وهنا هذاك البيض راني درت فيه قطرات من الخل، هذا ما كان، ودركا نطلي به الوجه بسم الله نتاع الفطيره تاعنا اللي درناها، نطليها به
ما تخافوش يعني البنات عادي تطيها بالبانسو، كاينه اللي دير بيدها، كل وحده كيفاش تحب دير، يعني اختياري فوالا، كل وحده راه في دارها كيما تحب دير واش عندها، وكل وحده والمقدورات تاعها فوالا. هكذا ديروها على الوجه كامل باش تخرج لنا من بعد تطلع لنا حمراء هايله. نديرها كاع على وجهها كامل منا من هي فوالا. هكا هنا كي نخلصوا واش نديروا هنايا البنات؟ فوالا الحاجه الاولى خلاص هي، راح ندير لكم واحد الحاجه تجي مليحه، تجي روعه والله صدقوني، تجي هايله يعني، تجي ما شاء الله. قبل ما ندير سينوج هذاك انا راح ندير يعني غير حبيت برك انا نديرهم هكذا، يعني تحبي ما ديريش ما ديريش عادي، يعني كل وحده كيفاش تبغي دير، انا برك بغيتهم هكذا زعما نزوق بهم بون. وندير حبيبات تاع شويه تاع زيتون من هنا هكذا باش يبقى لاصق لهنا. يعني راها كل وحده كيفاش تحب دير، الوحده عندها الاختيار. بون هنايا هنا نزيدو نديرو هاداك السينوج، حبه سوداء تجي هايله، تجي ما شاء الله ولا اروع. خليوها حنايا دوك ما نثقبوها، ما نديرو حتى حاجه، ما نخرجوهاش البنات، خليوها كيما راهي كيما المطلوع. كي نعود رايحين نديروه، كاين اللي نحب بعض المرات ندير انا الجلجلان، الجلجلان هو السمسم هذاك، كاين اللي يديرو، انا مرات نديرو وصدقوني تطلع هايله فوالا. تحبوا تثقبوها يعني اللي بغات، مي انا جو بريفير نخليها كيما راهي هكذا. تخمر شي شويه ونشعل على الفور على درجه 100 و 200 بليتو، 190 حتى 200 210 عادي، يعني كيما المطلوع اللي نديروه، نطيبوها من تحت ونزيد نطيبوها من الفوق ونحيوها ونوريها لكم ان شاء الله في صحن التقديم. وسمحوا لي هنايا راني نسيت ما درتش الفرماج غابي قبل ما ندير غوزمون، تفكرت الجبن المال مبشور. الوغ ندير شي شويه من الفوق ثاني، كاينه حتى اللي تحب ديرو من تحت عادي فوالا، يعني غير باش الوجه برك يتحمر تاع هذا الفخوماج. فوالا غوزمون تفكرتو، مي سينو مانيش راح ندير وجدتو من بعد ما نديروش. انا يعجبني بالفخوماج صدقوني، تجي واحد البنه فيه. خليوها دو كوتي تطلع شويه تخمر ومن بعد نديروها في الفرن ونرجع لكم في ساعه تقريبا. ولينا البنات بعد ما طابت، شوفوا شوفوا كي تجي ما شاء الله خفيفه، شوفوا الخفه، شوفوا الخفه كي شوفوا شوفوا صدقوني بسم الله. انا نقسمها هنايا شويه شويه، والاخرى ديجا راها طيب، خليت هذه شويه بردت خاطر سخونه بزاف ما نقدر لهاش باش نهزها. بون نحي طرف من هنايا باش نوريكم، شوفوا من الخفه بزاف كي البريوش صدقوني غير تجي كيما البريوش. شوفوا هنايا حتى من تحت، نعاود برك نضربها لتحت للكاع، حتى من تحت صدقوني كيفاش تجي ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا شوفوا البنات، شوفوا شوفوا صدقوني غير تجي هايله. بون الى عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساونيش تبارطاجيو الفيديو هذا لحباباتكم وصحاباتكم باش تدعموني اكثر واكثر، وتساعدوني شويه كما يقولوا، وما تنساوش بالضغط على الجرس باش يوصلكم كل الجديد، وتابونيو معايا وتلايكيو، وما تنساوش التعليق الى عجبكم هذا الفيديو تاع قلت لكم نهار اليوم. والى ملتقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.